لو انت بتحب الحلويات البارده فالفيديو ده مخصوص عشانك. عندي اول طبقه الكريم شانتيه، باكت كريم شانتيه نص كوبايه من اللبن الساقع، هخلطهم كويس اول ما يتقلوا عشانهم في الثلاجه. بعدين هنعمل الطبقه الثانيه اللي هي كريمه الشوكولاته الاقتصاديه، كوبايتين من اللبن، 3 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار كاكاو خام، ومعلقتين كبار من النشا. هدوبهم على البارد وبعد كده اطلعهم على النار عين متوسطه لحد ما يتقلوا. كده انا عندي كل الطبقات اللي انا هستخدمها، واستخدمت النهارده بسكوت اوليكر، تقدروا تستخدموا المتاح عندكم. هبدا اول حاجه اخد البسكوت اسقطه كده في اللبن علشان يكون طري، بعد كده احط كريم شانتيه، بسكوت كمان مره، وبعد كده كريمه الشوكولاته اللي احنا عملناها. الكريمه دي اقتصاديه بديله للكريمه اللي بنستخدم فيها القشطه، يعني اي وقت تقدروا تعملوه والمكونات كلها متاحه في البيت. دي انا عملتها للناس اللي بتحب الفانيليا اكتر، اغلبيتها كريم شانتيه. تعالوا نعمل تانية لمحبي الشوكولاته، طبقه بسكوت، طبقه كريمه الشوكولاته، بسكوت، كريم شانتيه وبسكوت، وبعد كده كريمه الشوكولاته. شفتوا سهله وبسيطه ازاي؟ حرفيا ما بتاخدش اكتر من نص ساعه، سهله وبسيطه وسريعه وهتعجبكم قوي. لو عجبتكم ما تنسوش لايك وفولو.